لو معاك 150 ألف جنيه بس وتكون كمان ماركة مميزة، فتعال أقولك على عربية هاتشباك فرنسية هتركبها بالمبلغ ده، وما أقولكش بقى على إمكانياتها. واحنا هنا بنتكلم عن عربية بيجو 206، ودي واحدة من أشهر العربيات اللي موجودة في السوق المصرية، واللي انتشرت قوي في بداية الألفينات، بقى ليها شعبية كبيرة جدا، وخصوصا إنها بتتميز بتصميمها الهاتشباك وأبعادها الخارجية العصرية. العربية دي موجودة وسهل تلاقيها في السوق المستعمل، لكن طبعا متوقع تكون ماشية كتير ومدهونة على الأقل من الخارج، وده طبعا انت وحظك، لكن من جوه بتبقى لسه فابريكا. العربية دي موديل 2001، فيها مكيف هواء يدوي ونظام صوتي ترفيهي، ده غير ان الكراسي كلها جلد والزجاج كهربائي للمقاعد الاماميه، وبتنزل باكتر من لون زي الاحمر والكحلي والاسود. العربيه دي بتيجي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعه 1300 سي سي، وفيها نقل يدوي مانيوال في 5 غيارات، وتقنيه دفع امامي للعجلات كمان، وبتبدا اسعارها في سوق المستعمل من اول 150 الف جنيه بس. بالمقارنه باسعار العربيات فالسوق الخاص بالمستعمل، فاحنا هنا بنتكلم عن عربية إمكانياتها كويسة كبداية وكمان سعر كويس، ده غير إنه رغم إنها هاتشباك لكن المساحة المخصصة للركاب مش قليلة، وكل اللي هيركب فيها يحس إنه مرتاح. والميزة الأهم بقى إنها مش بتستهلك وقود كتير، فأنت بقى قول لنا إيه رأيك في العربية دي؟